سالي بابا. سالي. شبيك بديت من قبيله وانا نستنى؟ سامحني بديت عليك تي، لقيت سليم استنى فيا قدام باب الدار، قال لي نحب نحكي معاك. شبيه مازال شاد صحيح توا؟ كالعاده برجلي قلبي. اللطف على بنتي من المرش. هاي اقطع اقطع حاشي بيك. ان شاء الله خير. احكي لي. اسمعني، انا نحب نحكي معاك في موضوع وماذا بيا تسمعني للاخر وما تتغشش. اوه بابا يا اخي، من وقتاش انت حكيت معايا في اي موضوع تغششت على بابايك الغالي؟ اسمع، انا وحلت وما عادش عندي من المصرف، وانت امك تخدم في الحرير وحكايه فارغه، انت شهريتك على قدها. شوف يا قمر، علاش ما ترجعش الراجل هيك مشاكلنا تتحل كلها؟ هو ذاك راجل انا باش نرجع له؟ استنى بربي، انا نحب نفهم حاجه يا اخي، شبيني كيف الكوره ما بيناتكم؟ ماما تحبني نعرس بسليم، انت تحبني نرجع لمراد، شو الحكايه يا اخي؟ بيا ما تخوش عليها، هذيك مرات تموت على المظاهر. اش قال لك واش قال عليك؟ بنتنا ماخذه واحد لاباس عليه وشخصيه واحد. مراد شو يهمك فيه؟ المهم بالنسبه لنا احنا يصرف عليك. ولهنا باب هو قال لك لازمك ترجع له باش نسكتوا فم الناس. وانت حر، اعمل اللي يظهر لك بعد. اش قلت؟ ما نقصدش. شو ما تقصدش؟ تحبني نرجع له باش نسكتوا فم الناس وانا نعمل اش نحب؟ يا اخي تسمع في روحك اش قاعده تقول؟ تحبني نرجع له باش يصرف عليك وانا نعمل اش نحب؟ مراني ما قصدتش الكلام اللي قلته. شو اللي ما قصدتش؟ يا ريتني مت قبل ما نسمع الكلام هذا. وانا يا ريتني نجمت نخلص الكمبيالات. والله اللي تقول لي فيه اغرب من الخيال. يعني سي بوراوي هذا مصدق واحد منحرف كيشورب وعامل فيها مطلب تحقيق لوزير العدل؟ يعملوا لجنه ولا يعملوا عجله، الحبس محلول قدامهم وانا ما عندي ما نخبي. مازال شي حاجه في هالبلاد ما شفناهاش، سنين ناضلوا ضد فرنسا وفي الاخر يعطيوني جرب حبس. كان دنيا دنيا، راني موظف سامي انا في الدوله. اخرته هكا باش يحلوا فيا تحقيق على خاطر تبرعيطه بتاع واحد كلب سوق. باهي باهي، على كل انت بارك الله فيك اللي علمتني. وتهنى تهنى، ما عندهم وين يوصلوا. في الأمان يا عيش خويا، في الأمان في الأمان.